بقاعة المياسة في الدوحة تنطلق أولى بروفات ليلة الأغنية القطرية في نسختها الثانية. فهذا المسرح سيحتضن مجدداً أصواتاً قطرية تتغنى بحب كل ما هو قطري. وجوه جديدة تنضم اليوم إلى هذا المهرجان الفني وسط إقبال كبير وإجراءات صحية مشددة منع لانتشار الجائحة. وزارة الثقافة والرياضة هي أصلاً وزارة تتبنى جميع الثقافات، ومن أهم الثقافات هي الثقافة الموسيقية، ومن هذا المنطلق إحنا جاء مهرجان أو فعالية ليلة الأغنية القطرية التي قمنا بها بالنسخة الأولى السنة السابقة، وأيضاً هذه السنة هي النسخة الثانية. يهدف هذا الحفل لاكتشاف أصوات شابة تعزز مسيرة الأغنية القطرية، بالإضافة إلى تكريم مبدعي هذا الوطن ممن تركوا بصمة في مجال الفن والموسيقى، علاوة على إمداد المكتبة الموسيقية القطرية بإنتاج فني جديد. بداية احنا نتكلم عن الاسم ليلة الأغنية القطرية، بحد ذات الاسم هذا شيء كبير لأنه يرمز لنا احنا في ذاتنا كقطريين، هذا أولا. ثانيا ليلة الأغنية القطرية بالنسبة لكل فنان قطري عرس، فأنا يعني أكون جدا سعيد أن يرتبط اسمي في مهرجان ليلة الأغنية القطرية. محتار يا بلادي شهدي لتش، شعار هذه الليلة في إشارة إلى حب قطر، فعلى خشبة هذا المسرح يلتقي عشاق الطرب والذوق الرفيع يروون لنا بألحانهم تاريخ شعب عربي.